مرحبا بكم. قبل أن نبدأ موضوعنا اليوم، أود أن أتوجه بجزيل الشكر لكل من دعم القناة ماديا، فدعمكم هو الذي يساعدنا على الاستمرار في تقديم محتوى علمي مميز، فشكرا لثقتكم بنا، فأنتم شركاء في كل إنجاز نحققه. محبتي وتقديري لكم جميعا. قبل ملايين السنين لم يكن لون بشرة أسلافنا واضحا كما هو الحال اليوم، ففي تلك الفترة كان أسلافنا من أشباه البشر يمتلكون فراء داكنا يغطي أجسادهم، لكن تحت هذا الشعر الكثيف كانت بشرتهم فاتحة كما هو الحال في الوقت الحالي مع أقاربنا مثل الشمبانزي والغوريلا. لكن مع مرور الزمن فقد أسلافنا هذا الفراء، وتطورت صبغة جلدهم نتيجة لتكيفهم مع بيئتهم، وهو تطور بيولوجي كان له تأثيرات عميقة على حياة الإنسان. بينما تكيف الإنسان بشكل أكبر مع بيئته في إفريقيا الاستوائية، كان لفقدان الفراء فوائد متعددة، فقد ساعد هذا التكيف الإنسان في الحفاظ على برودة جسمه خلال فترات النشاط البدني المكثف أثناء بحثه عن الغذاء. ومع هذه التغيرات الجسدية أصبح البشر أكثر عرضة للأشعة فوق البنفسجية التي تنبعث من الشمس، والتي كانت قوية على مدار العام في المناطق الاستوائية. وقد أدى هذا التعرض المكثف للأشعة فوق البنفسجية أدى إلى تطور لون البشرة، حيث بدأت البشرة الداكنة تظهر كوسيلة لحماية الجسم من الآثار الضارة لهذه الأشعة. إحدى القضايا التطورية البارزة التي كانت محل نقاش هي كيفية الحفاظ على التوازن بين حماية حمض الفوليك وإنتاج فيتامين د، فبينما تؤدي الأشعة فوق البنفسجية تؤدي إلى تدمير حمض الفوليك في الجسم، فإنها تلعب في الوقت نفسه دورا أساسيا في تمكين الجلد من إنتاج فيتامين د. يعتبر هذا الفيتامين ضروريا لصحة العظام وتعزيز جهاز المناعة، مما يجعله عنصرا حيويا للبقاء خاصة في البيئات التي تعاني من نقص الموارد الغنية بفيتامين د. لذا كان هناك توازن تطوري دقيق بين هذين العنصرين الأساسيين للحياة. ففي المناطق الاستوائية حيث كانت الأشعة فوق البنفسجية قوية، ساهمت البشرة الداكنة في الحفاظ على مستويات مرتفعة من حمض الفوليك، مما كان له دور مهم في صحة الأجنة وضمان الإنجاب السليم. ومع مرور الزمن وعندما هاجر الإنسان إلى المناطق الشمالية ذات الأشعة فوق البنفسجية الأقل، أصبح من الضروري أن تتكيف البشرة لتصبح أكثر تفتيحا، مما يساعد الجسم على إنتاج كميات كافية من فيتامين د، والذي يعد ضروريا لصحة العظام والمناعة. عندما بدأ البشر في الهجرة من إفريقيا إلى مناطق أخرى مثل أوروبا وآسيا، برزت الحاجة إلى التكيف مع ظروف أشعة الشمس المختلفة في تلك المناطق. كانت قوة الشمس أقل مقارنة بمناطق خط الاستواء، مما دفع البشر هناك إلى تطوير بشرة أكثر تفتيحا. هذا التغير الجيني كان له فوائد تطورية كبيرة، حيث ساعدهم على الحصول على كميات كافية من فيتامين د على مدار العام، وهو ما كان ضروريا لصحة العظام وتطور الهيكل العظمي بشكل سليم.
تعتبر خصائص الشعر كذلك مثل لونه ونوعه، هي كذلك من السمات الوراثية التي تأثرت بتغيرات البيئة. يظهر اختلاف واضح في هذه الخصائص بين سكان المناطق الاستوائية وأولئك الذين يعيشون في المناطق الباردة مثل أوروبا، مما يعكس التكيف مع البيئات المختلفة. ففي المناطق الاستوائية حيث تكون أشعة الشمس قوية على مدار السنة، يميل البشر إلى امتلاك شعر أسود اللون وخشن ومجعد. يوفر هذا النوع من الشعر حماية إضافية من الأشعة الحارقة، والتي قد تؤدي إلى تلف فروة الرأس. يعمل الشعر المجعد على تقليل التعرض المباشر لأشعة الشمس، كما يساعد في الحفاظ على برودة الجسم، مما يساهم في تنظيف درجة حرارته في المناخات الحارة والرطبة. أما في المناطق الباردة مثل أوروبا، حيث تقل شدة الأشعة فوق البنفسجية، فإن خصائص الشعر تختلف بشكل ملحوظ. غالبا ما يكون الشعر في هذه المناطق ناعما وأفتح لونا، حيث يتراوح بين الأشقر والبني. قد يكون هذا التغير في لون الشعر ونوعه نتيجة لتكيفات بيولوجية تهدف إلى تقليل التعرض للشمس والحفاظ على طاقة الجسم في البيئات الباردة، كما أن الشعر الأفتح يسهل امتصاص أشعة الشمس بشكل أفضل في الظروف التي تتميز بنقص الإشعاع الشمسي. تعود الاختلافات في الشعر بين سكان المناطق الاستوائية وسكان المناطق الباردة إلى مجموعة من الطفرات الجينية، بما في ذلك تلك التي تؤثر على مستوى الميلانين في الشعر. ففي المناطق الاستوائية تكون الكميات العالية من الميلانين ضرورية لحماية الشعر والجلد من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. أما في المناطق الباردة فإن الطفرات الجينية التي تؤدي إلى انخفاض مستوى الميلانين قد ساعدت البشر على التكيف مع الظروف البيئية المحيطة. لم يكن تغير لون البشرة في مسيرة الإنسان الحديث مجرد نتيجة لتكيف الإنسان مع بيئته فقط، بل كان هناك عوامل أخرى مؤثرة وجب ذكرها. فقد لعبت الأنواع البشرية المنقرضة مثل النياندرتال والدينيسوفان لعبت دورا كبيرا في تطور البشر المعاصرين. على سبيل المثال، تشير الأبحاث الجينية إلى أن النياندرتال الذين عاشوا في المناطق الباردة من أوروبا قد طوروا بشرة فاتحة كوسيلة للبقاء في بيئات ذات درجات حرارة منخفضة، حيث كانت أشعة الشمس ضعيفة. ومن المحتمل أن بعض هذه الجينات انتقلت إلى البشر المعاصرين نتيجة للتزاوج بين النياندرتال وأسلافنا، مما أثر على خصائصنا الفيزيائية بما في ذلك لون البشرة. أما الدينيسوفا الذين عاشوا في شرق آسيا فقد تركوا أيضا بصمة جينية على بعض البشر المعاصرين، مما يبرز التنوع البيولوجي الذي ساهم في تشكيل تطورنا. في مفارقة تطورية مثيرة، نجد أن بعض السكان الذين يعيشون في مناطق نائية مثل القطب الشمالي مثل شعب الإنويت، وهم سكان المناطق القطبية في كندا وألاسكا، لديهم بشرة ذاكنة رغم برودة بيئتهم وعدم وجود أشعة فوق بنفسجية قوية كما في المناطق الاستوائية. لكن ما الذي جعل بشرتهم ذاكنة نسبيا رغم برودة موطنهم؟ الجواب يكمن في نظامهم الغذائي الفريد وتكيفهم مع بيئتهم. يعتمد سكان القطب الشمالي بشكل كبير على نظام غذائي غني بفيتامين د الطبيعي والمتوفر في الأسماك الذهنية مثل السلمون والفقمة وحيوانات بحرية أخرى، مما يوفر مستويات عالية من فيتامين د ويقلل الحاجة إلى إنتاجه من خلال الجلد.
وبالتالي لم تكن هناك حاجة تطورية لتفتيح بشرتهم كما حدث مع شعوب أخرى في المناطق الشمالية. إضافة إلى ذلك، توفر البشرة الذاكنة لدى سكان الإنويت توفر حماية ضد الأشعة فوق البنفسجية، والتي قد تنعكس بشكل قوي من الجليد والثلوج خلال أشهر الصيف، فالأشعة المنعكسة قد تشكل خطرا على صحة الجلد إذا لم يكن محميا بشكل كاف، وبالتالي يصبح الميلانين يصبح أداة فعالة لحماية الخلايا من التلف. إلى جانب هذه العوامل البيولوجية، طورت مجتمعات القطب الشمالي تكيفات ثقافية فريدة تساعدهم على مواجهة بيئتهم القاسية. ملابسهم التقليدية المصنوعة من جلود الحيوانات تحميهم من البرودة وأشعة الشمس على حد سواء، كما أنهم يقضون وقتا طويلا داخل مساكنهم، مما يقلل من تعرضهم المباشر للبيئة الخارجية. سكان القطب الشمالي يمثلون مثالا استثنائيا على كيفية تفاعل الجينات والبيئة والثقافة لتشكيل خصائص الإنسان. قصتهم تظهر أن لون البشرة لا يتحدد فقط بشدة الأشعة فوق البنفسجية، بل أيضا بالعوامل الغذائية والثقافية والتي تلعب دورا في تشكيل حياتنا عبر الزمن. إذن على الرغم من أن لون البشرة والشعر يمكن أن يبدو مجرد اختلافات سطحية، إلا أن هذه الخصائص هي ثمرة ملايين السنين من التكيف البيولوجي والبيئي. إن تفاعلنا مع البيئة من خلال التعرض للأشعة فوق البنفسجية وأثرها على صحة البشر قد شكل لنا سمات وراثية تساعدنا في البقاء والتكاثر. وفي نهاية المطاف، يظل لون بشرتنا وشعرنا جزءا من قصتنا التطورية والتي تعكس قدرة الإنسان على التكيف مع تحديات الطبيعة المحيطة به. أصدقائي الأعزاء، شكرا لكم على متابعتكم لهذه الحلقة، والتي رأينا فيها أن تطور بشرة الإنسان هو قصة طويلة ومعقدة من التكيف والتطور البيولوجي الذي أتاح لنا العيش في بيئات متنوعة. إن فهمنا لهذه العمليات يساعدنا على تقدير التنوع البشري الذي يميز كل منا. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. كم أتطلع إلى آرائكم وتعليقاتكم حول هذا الموضوع أو أي موضوع علمي آخر ترغبون في مناقشته. إلى اللقاء في فيديوهات قادمة، وابقوا دائما فضوليين. دمتم بخير.